سرطان الثدي عافانا وعافاكم الله، أكثر أنواع السرطان المنتشرة حالياً على مستوى البلد. وعلى الرغم من خطورة هذا المرض وسرعة انتشاره، إلى أنه عدد المراكز المخصصة لتشخيصه وعلاجه في القطاع الحكومي قليلة مقارنة بعدد الإصابات. اليوم إحنا متواجدين بأحد المستشفيات الخاصة والمتخصصة بعلاج الأمراض السرطانية والأورام حتى نتعرف أكثر على أسباب هذا المرض، أساليب علاجه، ونتعرف كذلك على باقي الإمكانات المتوفرة بمستشفى الأندلس التخصصي. مستشفى الأندلس الأهلي أو التخصصي انفتحت كأول مستشفى أو مركز لعلاج الأورام بالعراق، بالقطاع الخاص طبعا مو بالقطاع الحكومي. وبلشنا شغل ب 2019، علاج الإشعاعي، علاج وفحص البتسكان، علاج الكيميائي. أول مركز خلينا نقول مرخص من وزارة الصحة ينطي العلاج الكيميائي للمرضى بالقطاع الخاص. العلاج الإشعاعي هم يعني نفس الشيء متوفر عندنا بالمستشفى من أول ما انفتحت. بعدين خلينا نقول صار توجه أنه تكون المستشفى هي مستشفى متكاملة، مو فقط أورام. يعني المستشفى يكون فيها خلينا نقول قسم الأورام، قسم الإشعاع، قسم العلاج النووي، الطب النووي، بالإضافة إلى كامل الخدمات الأخرى. احنا الهدف من المستشفى انه المواطن العراقي او المريض العراقي ما يحتاج بعد يسافر. يعني احنا اغلب خلينا نقول اهلنا او اغلب المواطنين او اهلكم، اهل خلينا نقول المشاهدين، من يصير عنده شيء يطلع يسافر خارج العراق من الدول المحيطه او الدول البعيده حسب امكانيه كل مريض. ليش؟ لأنه أكو قسم من خلينا نقول العلاجات أو قسم من الفحوصات كانت ما متوفرة بالبلد. فهدف المستشفى كان أنه المريض ما يحتاج بعد يطلع خارج القطر، كل شيء متكامل على قولتهم من الألف إلى الياء. طب المريض كافة العلاجات، كافة الفحوصات، كافة التحاليل متوفرة داخل، كافة العمليات البسيطة والمعقدة موجودة داخل المستشفى. والله هي مثل ما حضرتك تكلمت، ومستشفى الأندلس هو كانت متخصصة بالأورام، والحد هسه ما زالت عندهم سيستم كامل متكامل لمرضى الأورام والسرطان، من إشعاع، من أدوية، علاجات متكاملة. من بدأ شوي التطور الشغل، طبعا تدري أنت يهمنا تطوير القطاع الصحي، وأكيد تهمنا صحة المواطن وتطوير هذا المجال اللي أنت تعرف أنه بيه مشكلة كلش دنعاني من عندها. حبذا خاصة عندنا الأمراض المستعصية الثانية، فتم الاتفاق ويا المستشفى كرئيس مجلس إدارة والهيئة أنه افتتاح أقسام أخرى، فتم إنشاء مستشفى الأندلس للجراحات التخصصية، هي نفس المستشفى بجانبها وتم تشييدها وترتيبها، شاملة كافة الأقسام من الباطنية، جراحية، نسائية، ومن ضمنها تم افتتاح الوحدة الحديثة اللي تشوفونها هي وحدة القسطرة. هاي خاصة لأمراض القلب، مرتبطة طبعا بالطوارئ، وموجود إنعاش وعناية مركزة على أعلى المستوى. حتى الجهاز أكاد أجزم يمكن هو من أحدث الأجهزة الموجودة مو بس بالعراق، بالشرق الأوسط، اللي هو أصلا جديد، كل التكنيشين، كل المواد والأدوات مالت الجهاز. طبعا المؤسسات الصحية الحكومية هي الأكبر والأضخم واللي أكثر استيعاباً، لكن عملية إدارتها تفتقر إلى الجانب المهني، فبالتالي ما تقدر تقدم لك، رغم أنه ينصرف عليها مبالغ كبيرة كلش. إحنا نشوف الأطباء رواتبهم، امتيازاتهم، لكن المريض ما يقدر يحصل شيء. عملية إدارة المستشفى ما تسمح للمستشفى أن تقدم مساعدة للمريض، لذلك نرجع للمستشفيات الأهلية اللي تقدر بيها تعتمد إلى حد ما على مستوى الخدمات. طبعا اكو ناس امكانياتهم ما تسمح لهم بهذا الشيء، لا مناص انه يروح للمستشفى
حكومي، اللي هي بالتالي لما يصير أي إشكال بالمستشفى الأهلي يحولوا للحكومي، لأن الحكومي أكبر دولة، هاي كفاءتها أعلى، إمكانياتها أكبر. الأهلي قد ما يريد يحاول يسوي ما يقدر يقدم هواية، لكن تبقى الخدمات هنا على مستوى الخدمات الروتينية أفضل، أفضل الحكومي بهواية. المستشفيات الحكومية من تدخل يعني المريض شامل أنت حتى تسرير، هسا سرير طبيعي ماكو تعامل، ماكو يعني أنت تصور من المنظف لحد الدكتور، يعني التعامل ما يتم موشي. أنت هسا من جنة اللي هنا تعاملهم وكأنه محاضنيك، كأنه يعني سلسين بالمعاملة. شوف هسا تشوف الأعداد هدوء، هناك هوسة. رحنا لأحد المستشفيات الحكومية، ودينا والدي ودي اللي هناك، روح اللي هناك. آخر شيء اتجهنا للخاص. الخاص طبعا فلوس، تدفع فلوس بدون فائدة، كورونا 45، تحليل مدري شنو، سونار، هاي طبيعي. سوينا العملية بس ما عندهم هيك جهاز متطور، يعني حسب كل الدول المستشفيات الحكومية تكون متطورة. تعك من هذا الموضوع، ما عندك فلوس دب مريضك. ليش؟ ما عندهم يعني يسوي لك يعني مثلا تصرف لك 3 مليونين او 3 ملايين، بس انت ما طالع بنتيجه من الحكوميه. انت بتجي هنا هذا لك 5 اوراق يعطيك النتيجه وين المرض مالتك. نتيجة لنقص أغلب أنواع هذه الأجهزة بالمستشفيات الحكومية أو للزخم اللي يكون موجود على هذه المستشفيات، تتجه أغلب الحالات المرضية إلى المستشفيات الخاصة، ومثل ما نعرف تكاليف العلاج تكون مرتفعة أكثر قياساً بنوعية الخدمات وحجم الخدمات المقدمة. بعض الأهالي ما قدروا يوفرون هذه المبالغ المرتفعة قياساً بحجم الدخل لهم، لذلك اتجهوا للمنظمات الخيرية. واحدة من الحالات من أهالي الموصل هي تتعالج اليوم بمستشفى الأندلس، رافقنا علاجها ورافقنا تفاصيل علاجها خلال هذه الجولة. ملاك عمري 14. ملاك شنو اللي تعاني؟ ورم بالعظم، بس شلنا الورم اللي بالعظم بالهند، صار بالرئة. الله يسلمك. ايش قد صار لك الحكي؟ ايش قد صار؟ بالسنة الجديدة يصير سنتين. هنا بالمستشفى شنو اللي تجيك؟ بيت فحص بيت اسكان. تمام. هذه أول مرة تجيك وعندنا جلسة؟ لا هاي ثاني مرة. هاي ثاني مرة. تمام. شلون شفتي تعامل في المستشفى كوالد وياه؟ هو زين والله. ملك صار سنتين طلع عندها سركوم العظام، سرطان بالعظم، ونسينا عملية يعني بالعراق، ما سر عملية عندها بالعراق، إلا خارج العراق ما تصلح عملية بالعراق، فطلعنا للهند وبعنا بيتنا وطلعناها. فمن رجعنا راعيون دكاترة تقارير وفحوصات ورنين وبيت إفراز، بيت إسكان عفو، فتواصلنا عن طريقة منظمة زاد الخير الخيرية. فهاي ثاني مرة نأخذ بيت إسكان بمستشفى الأندلس مجاني. إحنا عندنا 3 أقسام، قسم الطعام وقسم الملابس وقسم العلاج. قسم العلاج عندنا مشروعنا الأكبر اللي هو مشروع العلاج المجاني. نقدم الخدمات مجاناً للنساء الأرامل والأطفال الأيتام، اللي هي العمليات الكبرى، الجراحية الكبرى، إضافة إلى لأصحاب السرطان، أمراض السرطان، البتسكان والإشعاع، إضافة إلى عندنا كل الخدمات اللي من التحاليل، من الرنين، المفراز، السونار، حتى مساند شلل الأطفال، الغيرها كلها تكون بالمجان. هذا كلها مو إحنا بدعم من عندنا، وإنما بتعاون المستشفيات الأهلية والمراكز الأهلية طبعاً كلها. إحنا معانا 14 مستشفى أهلي في بغداد حصراً، كلها تقدم لنا العمليات الجراحية والباقي الخدمات تكون بالمجان، إضافة إلى المراكز الأخرى اللي تقدم لنا اللي قلت لك بيهم. بس كان يكلف مو سوي يعني كل أكو يعني 10 ورقات، بأربيل 12 ورقة، بالوارث 500، بس إحنا ما متمكنين يعني. وهاي ثاني مرة إن شاء الله الحمد لله نأخذ بالأندلس مجاني. طبعا الحمد لله وشكر. كل الأجهزة الموجودة بالمستشفى يعني بكل الأقسام هي أجهزة متطورة، وآخر ما وصل إليها الطب خلينا نقول، أوكي، وكلها أبديتد محدثة، وكلها من مصادر عالمية، يعني
شركات أوروبية وأجنبية كلها أوكي، والحمد لله كلها عندنا صيانة دورية على كل الأجهزة الموجودة، بحيث ما عندنا فشي خلينا نقول لا سامح الله يتعطل يوغا في آخر المراجع. والله عند عن طريق الدكتورة عذراء اللي بالمنظمة تواصلنا معها على الفيسبوك وعدتنا بخير الحمد لله، وما قصرت ويانا. هاي ثاني مرة سوينا بيت إسكان، والله وفقها إن شاء الله. إحنا محافظة الموصل، إحنا الأندلس مؤخرا انضمينا، صار تقريبا 7 أشهر. بكل شهر عندنا حالات مجانية اللي هي البيت إسكان وإشعاع 2 للأطفال الأيتام وللنساء الأرامل أيضا البيت إسكان. حقيقة يعني إحنا اختارينا الأندلس وغيرها مثيلات المستشفيات اللي عندنا اختاريناهم انتقاءا، لأن إحنا اخترنا أرقى وأغلى المستشفيات وأرقاها للخدمات اللي تقدمها وللكوادر الطبية المرموقة اللي متواجدة فيها. ما موجود بيت إسكان حكومي؟ لا لا ما موجود. راجعتوا يعني المستشفى؟ اي راجعنا، ما موجود. قال بس اقبل الحارثيه وبالالماني وبالاندلس وبالوارث، هذول يعني سمعنا من عندهم موجودين وكلها بفلوس يعني. والله بصراحه احنا كثير من المنظمات خلينا نقول طرقت باب المستشفى، لان هاي منظمات هي انسانيه واغلبيتها هي ما مدعومه من جهه معينه، يعني الناس يعني خلينا نقول بارك الله بيهم هم متفضلين ودي يساعدون العالم. ف جوي اكثر من منظمه مثل من ضمنها المنظمه اللي شفتها اليوم او شفتوا المريض جاي انه يريدون علاج مجاني للمرضى. فعندنا اتفاقات ويا يعني يمكن 5-6 منظمات، من ضمنها مثلا فحوصات بيت إسكان مجانا، وتعرف فحوصات بيت إسكان مكلفه، العلاج الاشعاعي اللي هو كذلك مكلف همينه مجانا، خاصة طبقة الأيتام الأرامل، هاي طبعا أكيد طبقة مستهدفة أكيد يعني لأن كونهم طبقة محتاجة. عمليات جراحية كذلك أكو منظمة كل فترة وفترة يعني عندهم ناس متعففين فيجون يسوون عمليات، طبعا بالشكر مو بس للمستشفى، لأن تعرف عمليات جراحية هي المستشفى توفر المكان والطبيب الجراح هو اللي يشتغلها، طبعا بالتعاون مع كثير من الأطباء الجراحين اللي هم همين خطايا خلف الله عليهم، انه يقول لك اني هاي حاله انسانيه انا اشتغل ببلاش، وطبعا المستشفى همين اكيد تتنازل. فالحمد لله يعني هذا الباب مفتوح. مفتوح طبعا اكيد 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 مفتوح، وقلت لك احنا يمكن تقريبا 5 إلى 6 منظمات حاليا نتعاون معها. الاسعار هي تختلف من 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 حاله الى حاله. حقيقه عندنا بعض العمليات تكلف بالدفتر اللي هي رفع الاورام من الدماغ ونزولا، يعني اعلى شيء عندنا $10,000 ممكن تكلف. هاي كلها تعمل لنا بالمجان. عمليات ب3 ملايين ب5 ملايين، خاصه عندنا حمله سويناها حمله لزراعه القرنيه ب$5,000 تكلف، وهاي موجوده بكردستان فقط. احنا كلها سوينا 185 عمليه مجانا زراعه قرنيه، اضافه الى الحمله فتحناها يوم امس مره ثانيه لان شفنا الحالات الكبيره واللي الناس ما يقدرون يسووها، يعني خاصه انه اكو حالات عمليات مثل زراعه القرنيه وزراعه الكلى، هذه لازم تبرع بشري. فمثل القرنية لازم يكون، إحنا بالعراق ما عندنا بنك العيون، لذلك إحنا نفتح بنك العيون الدولي اللي هي بأمريكا عن طريق وزارة الصحة طبعا. فهاي إحنا خدماتنا. لا الحمد لله رجع طابت 100% والورق طاب، بس أنا انتقال على الرئة، بس عندي عملية ثانية بالهند، هم سوينا مناشدة هم يعني جمعنا فلوس بين طلع على الهند. اتجه مستشفى الأندلس بالإضافة إلى معالجة الأورام والأمراض السرطانية إلى استقبال المرضى والحالات الطارئة بأحدث المعدات والأجهزة بغرف الإنعاش والطوارئ، وإجراء العمليات الخاصة بالقلب وعمليات القسطرة بأحدث الأجهزة والوسائل المتطورة. هنا عندنا وحدة الطوارئ، ردة الطوارئ توفر بها جميع الأجهزة. ثاني شيء نستقبل الحالات، إذا كانت حالات تعبانة نقدر نساعدهم عمليات، عندنا كل الاختصاصات، جراحة عامة، كسور، جراحة تجميلية، جملة عصبية،
بعد العملية إذا حالة المريض جدا تعبانة نقدر ننزله هنا بردهة العناية المركزة إلى أن حالته تستقر، بعدين ننزله إلى ردهة جراحية. المتعارف عليه في العراق الناس خايفة من شيء اسمه قسطرة تشخيصية، يعني هو يسمع قسطرة ما يعرف شنو. طبعا القسطرة هي بشكل عام هي عدة أنواع، منها قسطرة القلب اللي تشمل أيضا عدة أنواع، قسطرة صمامات، قسطرة شرايين، قسطرة أوردة أكو، بالإضافة إلى أكو أنه قسطرة أطراف ودماغ. بس احنا المتعارف عليه بالعراق قسطره تشخيصيه هي قسطره قلبيه لتشخيص امراض قصور الشرايين التاجيه كذبحه صدريه او جلطه. الهدف طبعا من القسطره هو حمايه القلب وتوصيل الترويه او عدم حصول نقص ترويه او تغذيه للقلب، لان القلب كعضو اساسي بالجسم هو يرتوي عن طريق الدم، ف نتيجة تأخير هذا الدم سواء كانت جلطة أو ذبحة راح يسبب عجز إذا ما أدى إلى الوفاة. فالهدف من القسطرة هو تشخيص تضيق أو قصور الشرايين التاجية، طبعا يتم عن طريق بنج موضعي لا جرح ولا خياط، مجرد كانولة، نفس الكانولة بس نوع خاص أكيد، توضع بيد المريض أو برجله حسب حالته. هذا بالنسبة لقسطرة القلب، طبعا تطول من 5 إلى 10 دقائق. بعد ما ننهي القسطرة راح يتم تشخيص نوع المرض المتعرض للمريض سواء انسداد كلي أو جزئي، وإيش قد نسبة هذا الانسداد وحجمه وين بالضبط. هنا راح طبعا القسطرة تفيد مو بس كعلاج، بالتشخيص وتحديد نوعية العلاج. فالمريض اللي يخلص القسطرة التشخيصية راح يكون قدامه 3 خيارات، إما يبقى على العلاج أو ممكن نفتح عن طريق شبكة أو بالون أو يتحول لا سمح الله إلى عملية فتح قلب مفتوح. فهي أحد الفحوصات المهمة الرئيسية لتحديد نوع وقصور الشرايين التاجية. أكو طبعا فحوصات ثانية اللي قبلها المفروض تخطيط وإيكو أو فحص الجهد أو المسح الذري للقلب أو حتى مفراس للهاي، بس هو الأدق والأحسن هي القسطرة التشخيصية. وحتى العلاجية بعد ما تتحول ممكن بنفس الفترة احنا نحول المريض من قسطرة تشخيصية الى علاجي، تتم بنفس الطريقة من نفس الكانولة او المحطوطة للهاي، ممكن نحط له شبكة او بالون حسب تشخيصنا للمريض. طبعا اول شيء واهم شيء كادر متكامل. انت احنا ما ننسى اهم شيء هو خلينا نقول الاطباء والممرضين. الاطباء كلهم اطباء كفؤين واللي هم بالمستشفى يمنا، والممرضين كذلك يعني كلهم على درجة عالية من الكفاءة، وبالإضافة إلى كافة الفحوصات للمرضى السرطان سواء مثل ما قلت لك السريرية أو الفحوصات السريرية أو الفحوصات المختبرية أو الإشعاعية، بالإضافة إلى خلينا نقول متابعة المريض، أوكي، إعطاء العلاج الكيميائي هنا بالمستشفى، يرقد المريض بالطابق وياخذ العلاج مالته، والحمد لله يعني نسب شفاء جدا عاليه. متوفر انعاش الرئوي وانعاش القلبي، اذا المريض يحتاج تنفس اصطناعي نخليه تحت التنفس الاصطناعي فتره الى ان حالته تستقر، وبعدها عاد يحولوا على اكسجين ماسك سمبل ماسك، وراها عاد الى ان شويه شويه نبدي نشيل الاكسجين من المريض. مو لكوني طبيب ده احكيها، زملائي الاطباء البقيه باقي الاختصاصات كلهم ممتازين، ترى الطبيب العراقي ممتاز، بصراحة الطبيب العراقي ممتاز، لأن مواكب الكافة التحديثات الصايرة، دراستنا بالطب قوية، يعني خلينا نبديها من البكالوريوس وللاختصاص وللتدريب نفسه، فكل الكفاءات اللي عندنا كفاءات عراقية، زين، وبين فترة وفترة لا ضير أنه واحد يجيب أو خلينا نقول المستشفى تجيب استشارات كفاءات من برا، اوكي، خاصه بالاختصاصات اللي ما موجوده عندنا بالعراق جديده، اكو اختصاصات تسمى اختصاصات نادره او ما موجوده او حاليا خلينا نقول اطباءنا يتدربون عليها برا. فاحنا مثلا نسوي فد خلينا نقول فد كومبينيشن، هم يجي الطبيب من برا هم يشوف المريض وهم يدرب اطباءنا الموجودين على هذه التقنيات او على هذه التحديثات. بس احنا الاغلبيه خلينا نقول الساحقة هي عبارة عن أطباء عراقيين، أطباءنا يعني. عندنا أخصائيين بالإنعاش الرئوي، يعني طبيب تخدير وعنده اختصاص دقيق إنعاش رئوي،
وهنا بالنسبة للآي سي يو هنا كلهم مقيمين أقدمين اللي يجون اختصاص انعاش رئوي قلبي. أنا بالنسبة كاختصاصي ككبار يعني 18 سنة فما فوق نشتغلهم، وأكو طبعا قسطرة خاصة للأطفال هذا إلها أخصائيين يعني خاصين. إحنا طبعا قسطرة الكبار هي تتم عن طريق التشخيص، ممكن المريض يوصل للطوارئ. إحنا أهم عامل عندنا بالقسطرة هو الوقت، المريض إيش قد يوصل من وقت نحافظ على قلبه، هو هذا الهدف. أنا أحيانا المريض يتأخر بالوصول، يعاني من آلام صدر، يقاوم وها يعني ما مشخص، أو ممكن هو يتأخر يقول هسه راح يصير زين. طبعا يجينا بعد فترة إنه هو مختنق صار عنده عجز قلب، هذا الفترة طبعا لازم يأخذ علاجات. القسطرة راح تكون هدف، هو يمكن ما قدر يوصله بالوقت المناسب. طبعا ها وأكون شغلة مهمة إنه مريض القسطرة طبعا بنج موضعي، القسطرة التشخيصية بعدها بثلاث ساعات يروح المريض إذا كانت من القدم، ثلاث ساعات يروح للبيت، وإذا علاجية ست ساعات، يعني حتى ما بيت مستشفى ما يحتاج. بس إحنا هو الهدف الرئيسي وحتى الخدمة مالتنا وهذا الهدف هو المحافظة على قلب المريض. هنا متوفرة يعني جميع الأنواع بالنسبة للإنعاش الرئوي، يعني متوفر الأجهزة الأكسجين سمبل ماسك، وإذا المريض يحتاج سي باب، وإذا يحتاج انتوبيشن يعطوه تخدير عام وثم انبوب يدخل للرئة إلى أن الوضع يستقر المريض، وبعدين ورا شوي شوي يشيلوا هذين الأشياء. مرضي هاي قلت لك الرحم كان ملتهب مأثر على الكلى، يسوى مي ببطني يعني النفخة ببطني مي. اليوم عندي جلسة مال إشعاع، طبيب طانا 30 جلسة. طبعا أختي مريضة عندها غدة بالورم بالغدة النكافية الله يسلمك، فقال لنا الدكتور 30 جلسة مال إشعاع. راجعنا على الحكومي انطونا موعد 4 أشهر والحالة ما تتحمل حالة أختي، اضطرينا نتجه للأهلي. نعم الكلفة مال العلاج كلش غالية، كلفة مرتفعة طبعا، واحنا طبعا طريقنا كلش طويل محافظات عندنا رمادي. اي نعم فاضطرينا نجي هنا، تحملنا تكاليف العلاج. يعني انا رجعت المدينة الطب اول مرة، دكتورة هاي صبيحة كلش خوش دكتورة، يعني هي اللي عرفت شنو بي، كامر حد دكاترة ما حد عرف، هي هاي الوحيدة اللي عرفتني. رأسا حولتني على أشعة هنا، أخذت الأشعة هنا هي. لا ماكو هاي الأشعة ما عندها، بس هنا وبالحارثية. الحالة والدي مريض، اكتشفنا عنده مرض سرطان الرئة درجة ثالثة، يعني المرحلة الثالثة العفو. فحاولنا نعال يعني نعالجه، اتجهنا مستشفى خاص، المستشفى العام ما بيها، ماكو كل نتيجة بيها. راجعت مستشفى؟ اي ماكو، انطونا العلاج اللي ياخذ الكيمياوي ما اشتغل عنده، ما اشتغل عنده، قمنا التجانا للخاص، لان ادوية متوفرة بالخاص، هذا كله على حسابك يعني. بس المستشفى العام لا، ما توفر لك كل شيء، يعني كل شيء ما توفر، فالتجانا لهذا الشيء. طبعا هذا هنا اللي انت تاخذه على حسابك يطلع الماني، الفايزر، الاكورد، هناك لا هندي مفحوص، هندي واحتمال، وهي مو شرط مو بس هندي، يجوز تركي يجوز، بس ما ينفع المريض الا علاج قوي مضبوط وبضمان ونقل صحيح. يلا يفيد، ليش العالم جاي تلتجئ للقطاع الخاص على مود ماكو نتيجة بالعام؟ وهذا مرض خطير، يعني كلها تعرف هذا المرض خطير، فالتجأنا على العام وإن شاء الله خير على الخاص. الحكومي يعني شبه مجاني، لكن هنا أنا مكلف، مشروع استثماري، صاحب المستشفى من حقه يريد يربح، وأكو عنده كلف، فبالتالي هنا الكلفة عالية، لكن لما يتعلق الموضوع بالصحة أنت تدفع ما تحكي بعد. والله بالنسبة للقطاع الحكومي يعني شلون أقول لك، يعني مو مختص أنا بالموضوع، يعني الموضوع يبقى يم الوزارة. بس بالنسبة للقطاع الخاص لا، القطاع الخاص يعني يحتاج أكيد بعد،
يعني أكيد يحتاج بعد. المريض العراقي أو أي مريض بالعالم دائما عند الخيار، لو يروح قطاع حكومي لو يروح قطاع خاص حسب إمكانيته، صح لو غلط. فمثل ما تفضلت، عدد مرضى السرطان في تزايد، مو بس بالعراق، كل مكان بالعالم. فأكيد أنه دائما القطاع الخاص حيحتاج، خلينا نقول، إضافة أوكي بهالمجال يعني. زين، وما بالقطاع الحكومي أو القطاع العام، يعني هذا الموضوع يعني بالضبط يعني مو اختصاصي. والله يعني بكل أمانة صارت للأسف فرق شاسع بين المستشفيات الأهلية والمستشفيات الحكومية، وهذه مو أنا اللي أقولها، أي مواطن دي يلمسها يعني. لذلك نشوف توجه الناس إلى، يعني صار توجه إلى المستشفيات الأهلية لأنه يشوفون بها العناية والنظافة يعني احنا بدينا نشوف المستشفيات الحكومية حتى أبسط الأمور مدى تتوفر. يعني إذا عملية يمكن يقولوا لهم الخيوط والغيرها والباندج والشاش والغيرها أنه جيبوها مدى تتوفر، لكن هو المواطن أهم شيء يريد الصح النظافة، أنه تكون نظافة وأكو عناية. والكوادر، الكوادر هي موجودة بالمستشفيات الحكومية، أرقى الكوادر هي نفسها، لكن دا نشوف البنى التحتية والخدمات. قسم يعني مو أقول لك قسم يطوهم العلاج، أنا طوني على العلاج ببلاش، بس اللي أكثر من عندي يعني ما أكو بفلوس، يعني يجيبوه هم أهلها للمريضة، هم يشتروها الأبرة ويجيبوها يخطيها يطوهم إياه هم. وأكو تبرعات، أكو تبرعات يعني قسم تبرعات يتبرعون الدواء يطوهم إياه. لا طبعا نحتاج أعداد أكثر، يعني هسه احنا عندنا مثلا، أعطيك مثال، مثلا احنا بالرمادي بالصوفية عندنا مركز مستشفى واحد ما بي علاج شعاعي، فيضطرون يدزونا من هناك لبغداد للمستشفيات الحكومية. المستشفى الحكومي اللي هو مستشفى الأمل الطبي بمواعيد كلش بعيدة يعني، فنضطر نجي للأهلي يعني. الناس اللي ما عندها يعني شو تسوي، وين تروح يعني؟ وكو حالات ما تتحمل يعني، صح لا مو صح؟ يعني ما تتحمل تنتظر؟ اي طبعا ما تتحمل تنتظر، يعني مثل احنا حالتنا اضطرينا يعني، الدكتور قال بأقرب وقت لازم نباشر بالإشعاع يعني حتى ما ينتشر الورم. فترى مضطر؟ اي مضطرين احنا، شو نسوي؟ اضطرينا نتحمل. نعم؟ احنا تقريبا 55 ورقه يعني، كلفه العلاج 30 جلسه يعني بالمستشفى. المستشفى سوى تخفيض يعني، فصار العلاج تقريبا 50 ورقه. الحاله انت ادخل هسه ابسط مستشفيات عامه تعالج هاي الامراض، مدينه الطيب، الامل، غيرهم، تلقى عالم اعداد هائله. تقول يعني انفلونزا مو مرض عادي، يعني مو مرض خطير، مرض تقول عادي، وهاي العالم كلها جاية تروح تعالج. والله أنا اللي أقوله لوزارة الصحة، يباعون على هاي العالم اللي الله مبتليهم بمرض خطير، وكل إنسان ما يتمنى حتى العدو. فهذا اللي نتمناه، توفر وزارة الصحة أدوية صحيحة وعلاج صحيح على ودي ناخذون هاي العالم، لا أكثر ولا أقل. خلي يفترون بالمستشفيات ويباعون للحالات، مكان ماكو يأخذ العلاج الكيمياوي بصوره صحيحه. عالم هائل يعني، طب للامل هسه شوف الاعداد الهائله، ما يلحقون. مركز واحد ما يلحق على محافظه كبيره، بغداد ترى مو صغيره، واكثر العالم تجيها من المحافظات، اللي ما عنده بمحافظته يتعالج يجي لهنا. صارت بداية الحالة؟ بداية الأمر راجعت عندك دكاترة قالوا عندك قولون، فراجعت هواي دكاترة ما يقارب 20 دكتور، موقف على العلة. لحين ما رحت المستشفى الجهاز الهضمي اللي شرف عليه دكتور محمد مزهر، والكادر الطبي مشكورين عليه، هم اللي كشفوا هذا المرض. فسويته على حسابي، قالوا لي عندك قناة صفراء والمرارة شالوها وغيروا المعدة، حولوها وين؟ من المسار، من المعدة إلى القولون للأمعاء. بعدين رقدت في المستشفى تقريبا 3 شهور، بعدين حولوني للمستشفى الأمل والمستشفى الأندلس.
الكادر الطبي هنا اللي يشرف عليه دكتور يعلى الله يحفظهم، كادر متواصل وياي وما قصروا كلهم، من مدير المستشفى الى الدكتور يعلى والدكتوره نور. حاليا حضرتك تاخذ جرعات؟ جرعات اي. زين، كم جرعه حاليا ماخذ؟ تقريبا 8 مو 15 جرعه. عفوا، رجعت للمستشفيات الحكوميه واليوم انت بمستشفى خاص، اي ايش تفتقر برايك المستشفيات الحكوميه؟ المستشفيات الحكوميه توجه للخاص. المستشفيات الحكومية يعني مستشفيات راقية وعلاجها كله أصلي، كله أوروبي ألماني سويدي، وهي تابعنا خاصة مستشفى الأمل ومستشفى الجهاز الهضمي، ما قصروا ليل نهار مستمرين ويانا، مو بس ثاني كل المرضى الراقدين ما عافونا لحظة واحدة. شنو السبب توجهت للقطاع الخاص؟ القطاع الخاص بس مجرد جرعة هنا ناخذ بس، لكن العناية كلتنا بمستشفى الأمل، لأن يعني مستشفى الجهاز الهضمي كملوا عمليات مات ثلاثة وتحولت المستشفى الأمل. زين، هناك ما عندهم جرعات؟ لا بلا عندهم، بس أنا هنا سويتها على حسابي يعني جرعات. هو أنا أقصد ليش فضلت إنه تسويها على حسابك وتجي شوية هنا يعني هدوء، خدمة إنسانية أكثر من اللازم. أي أيوة والله. إيه. تمام. عدد المصابين يعني تقريبا احنا عندنا بالالاف صار بالالاف مؤلفه اللي شفته بعيني. بس انا اشكر الله سبحانه وتعالى، احتمال اقول لك انا افضل من عندهم بهوايه. الحمد لله بديت اشفى. اي الحمد لله، اتمنى لك الشفاء التام ان شاء الله. جزيل الشكر. تشوف اليوم عدد المراكز المخصصه للعلاج كافيه مقارنه بالالاف الموجوده؟ لا بعد الرد والله، رد المستشفيات ان شاء الله تنفتح اكثر واكثر، وان شاء الله هاي الحكومه الجديده يعني مهتمه بوزاره الصحه على رئيسهم رئيس وزراء اهتم براح الوزارة مال الصحة، وعانى ما عانى المرضى، وإن شاء الله ما يقصرون على الحكومة الجديدة. مرضى السرطان شنو تشوفهم يحتاجون؟ يحتاجون علاجات بعد وعناية أكثر. أي عناية أفضل بعد إن شاء الله. شنو أي نوع من العلاجات؟ هو الجرعة والأبار، واللهم المستشفى كامل ما شاء الله الأمل. يعني تحتاج يطوق يعني أنا كل أربعاء أو كل أسبوع يعطونا 10 أوبر. بس تحتاج أكثر؟ إيه يحتاج أكثر والله، حتى يغضون على المرض، لأن هذا المرض أعوذ بالله من المستشري بالعراق صار هواية. إيه يعني يجون المستشفى الأمل من كافة المحافظات شمالية جنوبية، وما يقصرون المستشفى الحكومي. باقي المحافظات ما موجود يمكن العدد الكافي. لا 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 ما موجود، دائما يحولون المستشفى الأمل ومدينة الطب. أي. من يا محافظات اكثر شيء؟ اكثر شيء شماليه، دياله، رماد اكثر شيء شفته بعينه هوايه بكثره. فلوجه ما فلوجه. اي موجودين؟ موجودين، اما الجنوب لا قليله يعني الحمد لله والشكر. تقريبا فوق المليون. فوق المليون. اي فوق المليون، ما بين فحوصات ما بين جرعه ما بين. وبالحكومي هذا ايش قد يكلف؟ بالحكومي لا ما يكلف قليل، لان يعني كله على حساب الدوله. اي يعني نحتاجها فقط انه تتوفر، تتوفر مراكز اكثر. اي اكثر، وان شاء الله يكون ينفتح بعد اكثر من مستشفى. حتى الوضع البلد يعني الشعب العراقي كله يعاني من هالمشكله هاي. اي ما يعني صارت يعني شلون اصابات مثل الانفلونزا تنتشر يوم عن يوم. مثل هذا، مثل هاي المؤسسة يعني لاحظ أنه ما شاء الله يعني قدراتها الاستيعابية متزايدة، والسبب الأساسي أنه الناس اللي هنا يقدمون رعاية يعني يخلوهم على مستوى المنافسة للمستشفيات خارج البلد. وبالتالي الناس اللي كانوا يجون، إحنا بدينا نراجع هنا قبل سنة وثلاثة أشهر كان دائما الطابق ما مليان، السلام طابق مليان وتنتظر، احنا صارنا ساعتين ونص ننتظر موعدنا. فهذا يدل على انه هاي المستشفى استيعابها دا يزيد، ومثل هلا حيصير بعد من تشوف انه هذا القطاع ماشي لح تبدي تستثمر به. امانه بعدد الحالات اللي دا نشوفها ابدا مو كافيه، والحكوميه ما دا تغطي خاصه امور السرطان.
أدويتها وعلاجاتها هذه ما تعطى بالأهلية، يعني ما مسموحة حتى بالصيدليات، ما يصرف لك أي حالة لأن هذه محددة بالدولة فقط بالحكومة. فإحنا بغداد يمكن مستشفيين حكومية، الناس تحتاج أنه المريض يكتب إلى أنه لازم عنده جلسات كيميائية، لازم علاج بالإشعاع. من يروح للحكومة لكثرة الأعداد ينطوه يعني سرى لكذا شهر، فهو ما يتحمل، يعني ما ممكن، لذلك يضطر يتوجه للأهلي، والأهلي قليل جدا. يعني إحنا البتسكان مثلا في بغداد كلها، بالعراق كلها، في بغداد فقط عندك بالأندلس وبمستشفى أخرى بالحارثية الألماني وبكردستان وفي كربلاء فقط. فكل المحافظات اللي تريد لازم تسافر، المريض يسافر من محافظة إلى محافظة. نطمح أنه نوفر بعد فد أجهزة إضافية اللي يحتاجها الجراح بالعملية، على مود أنه ما يحتاج المريض بعد يسافر بلد يسوي عملية معينة ومتبهذل وعايف أهله، على مود شيء هو من حقه يسوي. وإن شاء الله قريبا يعني على نهاية الشهر تنفتح الإكستنشن مع المستشفى، شفتوها يعني حيكون بيها كذلك نسائية وتوليد همينة، وطبعا كذلك أكفأ الطبيبات والأطباء بالأمراض النسائية. إذن مثل ما تابعنا هذه الأجهزة الحديثة والمتطورة، صار من اللازم تتوفر بالمستشفيات العامة والمستشفيات الخاصة قياساً بعدد الحالات الإصابات بالأمراض السرطانية وغيرها من الأمراض. واحدة من الأجهزة اليوم مثل ما ذكروا، المرضى متواجد بمحافظات محدودة، فبالتالي المواطن اللي يعاني من مشكلة صحية تحتاج إلى هذا الجهاز لازم يتنقل من محافظة إلى محافظة. حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج فضل انتهت، في أمان الله.